رحلة في أعماق الكون، الفضاء، برعاية وكالة الفضاء الأوروبية. رواد الفضاء يجعلونا نحلم. هؤلاء الرجال رجال العصور الحديثة، تم اختيارهم وتدريبهم بعناية فائقة، إنهم في أحسن حالاتهم النفسية والجسدية. الإنسان وجد ليعيش على الأرض مع قوة جاذبيتها، والطبيعة لا تحب الفراغ. في اليوم الأول كان الإزعاج على مستوى الأذن الوسطى مشكلة تحدث باستمرار، غير خطيرة ولا تمنع من العمل. إنه إزعاج كما لو أنك في الباخرة في بحر هائج، إزعاج يمكن أن يشعر المرء بأنه مريض، مرض كل فرد مختلف عن الآخر، لكنه لا يدوم. في أسوأ الأحوال يختفي هذا الإزعاج في الأيام الثلاثة الأولى. اضطرابات الأذن تعني تغيرات تحدث في الأذن الوسطى التي تؤمن توازن المرء وتعطي شعوراً بالغثيان وغيره من الشعور بالإزعاج. دوار الفضاء هذا صادفناه عندما أقلعنا، كما صادفناه عند وصولنا إلى الأرض. هكذا واجهنا صعوبة في السير على الأرض، كنا نسير مترنحين وأحسسنا بثقل في رأسنا. عضلات الرقبة ضغطت، وعندما كنا ندير رأسنا كنا نشعر أنه ثقيل جدا جدا. في مركز رواد الفضاء الأوروبي في كولونيا تقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتدريبهم ومتابعتهم حين يكونون في المحطة الفضائية الدولية. كل رائد فضاء لديه طبيبه الخاص الذي يتابعه مباشرة من مركز العمليات الطبية. مرة في الأسبوع أستطيع التحدث مع فرانك عبر الهاتف. بهذه الطريقة التواصل يكون خاصا جدا ولا يستطيع أحد سماعه، تماما كما يدور الحديث بين الطبيب ومريضه، ويبقى طبعا سريا. رائد الفضاء البلجيكي فرانك دويني كان آخر أوروبي على متن محطة الفضاء الدولية، أمضى فيها 6 أشهر من بينها شهران بصفة قائد، فكان عليه وعلى رفاقه 5 تطبيق برنامج روتيني طبي. لم يكن يحتاج القلب لضخ الدم إلى الدماغ، والدماغ كان يحتاج أولا للدم، إنه العضو الأهم في الجسم. فإذا كان القلب لا يحتاج للضخ فيمكنه أن يرتاح، العضلة تتغير، ويحدث نفس الشيء بالنسبة للعضلات الأخرى. إذا كنا لا نحتاج للوقوف، الآن أنا أقف أحتاج إلى مئات العضلات لأحافظ على توازني، وهذا لا نحتاج إليه في حالة انعدام الوزن، لذا يطرأ تغير على العضلات. هكذا فإن القلب يصبح كسولاً وكتلة العضلات تبدأ بالوهن في غياب الجاذبية، المقاييس العكسية تصبح بديهية، تمرير جسدي بواسطة آلات مقتصرة على المحطة الفضائية. لكن هل توجد آلات أخرى أكثر فاعلية؟ يفقد رواد الفضاء كتلة عظامهم وعضلاتهم ويعانون من مشكلات القلب والأوعية الدموية. يحتاجون للتمرين مدة 2 ساعة في اليوم تقريبا في الفضاء. هذا التدريب يتطلب وقتا طويلا وجهدا كبيرا، ولكن ليس ذا فعالية كبيرة، لذا نحن نحتاج لتدريبات جديدة. هذه الآلة تعطينا فكرة لتخفيض وقت التدريب مع فعالية أكثر. آلة الطرد المركزي هذه تسمح بتعريض رائد الفضاء إلى قوة طاردة أقوى ب3 مرات من قوة الجاذبية، بالتالي فإنها تؤمن جاذبية إصطناعية، ويجري البحث بنقلها على متن المحطة الفضائية الدولية. عنصر آخر من جسم الإنسان لا يحب الجاذبية الصغيرة هو العظم. العظم ليس عضوا ينمو مرة واحدة، إنه دوما يتجدد حسب الضغوطات، فإذا لم يكن هناك من مجهود يبذل في السير تضعف العظام وتترقق. ترقق عظام رواد الفضاء هو شغل الأطباء الشاغل، تستفيد منه الأبحاث لمكافحته. سوائل الجسم تندفع نحو الأقدام في حالة الجاذبية، وفي الفضاء تندفع السوائل إلى الرأس فينتفخ الوجه ويتورم الخدان، كما تطال اللسان، فتغير وظيفة حاسة الذوق مثلا فيه، لذلك يميل رواد الفضاء إلى إضافة الملح إلى طعامهم. موسيقى
بالنسبة لنساك الفضاء، الطعام يحتل مكانة هامة جدا لديهم. إنه إرضاء للذوق، استراحة قصيرة من برنامج مثقل، ووقت استرخاء نفسي مقدر جدا. عندما يأكل رواد الفضاء الكثير من الملح أو عندما يأكلونه باعتدال، عندها يبدأون بتخزينه بطريقة مجهولة. وجدنا أنه حين تأكل الكثير من البطاطا المقلية مع الملح تبدأ عظامك في الضعف، وهذا أمر مجهول الأسباب. حقا بعض النتائج الأولية ربما هي مهمة جدا لتطبيقها على الأرض. لدينا أيضا عدو ماكر، الأشعة. المحطة الفضائية محمية منها نسبيا ومصفحة، أما الاستكشاف البعيد فسيطرح المشكلة. إنه سرطان عام متسارع، الجرعات القاتلة من السهل التعرض لها في الفضاء. وإذا كنا نقوم برحلة نحو المريخ دون حماية، نحصل على جرعات خطيرة للغاية. لقد جهزنا المحطة الفضائية الدولية بمومياء غريبة تم تركيزها خارج المحطة ومعرضة لمختلف الأشعاعات الضارة. معهد طب الفضاء الجوي التابع لوكالة الفضاء الألمانية هي رائدة هذه التجربة. نسميه شبح بشري مع عظام حقيقية، لذلك لدينا هيكل عظمي منذ سنوات في محطات الفضاء من بين الهياكل ماتروشكا، وأدواته التي تشبه الجسم البشري، وفي داخله يوجد الآلاف من آلات لقياس الإشعاعات على أنواعها، وهكذا يمكننا أن نقيس مباشرة ما يتعرض له رائد الفضاء من أشعة. رائد الفضاء هذا ليس مجنوناً، إنه يرتاح ويبحث عن الترويح عن رفاقه الخمسة. الحالة النفسية مهمة جداً للعيش في مكان مغلق، يجب تعلم السيطرة على النفس في حالة الخطر والعيش بتناغم مع الآخرين. في مركز رواد الفضاء الأوروبي يتم تدريبهم بمختلف الأساليب. بداية نشكل فرقة من 4 أشخاص وندعهم يحلون مشكلة ما، كما في تدريبات طاقم الطائرة، ثم نرسلهم إلى الجبل. كل رائد فضاء يتابعه مدرب، وكل يوم نزيد من نسبة الضغط عليه تدريجيا حسب مقاومة المرشح. يعني إذا كان رائد الفضاء مقاوما جيدا نزيد الضغط عليه يوميا وبالعكس. إنها تدريبات ناجحة فعلا لزيادة المقاومة النفسية. هل الفضاء حقل تجارب من أجل الطب؟ حتما، والتطبيقات التي يستفيد منها الطب متعددة. طب الفضاء في الأرض سوف يكون موضوع الحلقة المقبلة لسبيس.